عليكم. وعليكم السلام. يا شكرا. انت كان اللي عندك؟ لا لا، مدارس كلهم؟ كلهم مدارس. ما عندك واحد مريض معوض؟ لا، بس ابني هذا يعني شوي يحتاج عملية. عملية شنو؟ عملية جيوب أنفية شوية، كلش مأذيته. شو قد كل عملية؟ ما أدري، هذا الدكتور راح نروح إن شاء الله ونشوف، لأن قال لازم قبل 18 سنة نسوي عملية. 17 سنة هسه بهالفترة. شو الدكتور تراجعينه؟ دكتور سعد محبوب. بعدني ما راح أقدر أروح بس. يعني حسب قلت معاك، قلت والباقي ما يمشي. الباقي الحمد لله. هذا بيت شنو، ملك ايجار؟ هذا بيتنا ملك. زين، انت ما عندك بيت شغل تشتغلين بيه، تعرفين تقدر تساعدك بيه؟ ياخد الخياطه في الشيء، اعمال يدك بيه مثلا؟ ان شاء الله. لا والله ما اريد، انا ابني مثلا اقول عود الدار اذا عندكم. شنو؟ ابني على بيت. زين، انت شنو احتاجت؟ احتاج 8 اغراض. اي اغراض مثلا ثلاجه. ايش بيها ثلاجه؟ ثلاجتي والله يعني بعد قديمه كلش. زين، وبعد؟ وفراشات. ان شاء الله اهلك خير، تشوفون حالتك. رحم الله والديك. متوفرين يعني ماشيين بالدراسه اولادك؟